نروح بقى نتعرف على آخر الأخبار في الصحف والمواقع المحلية والعربية والأوروبية ومراسلتنا العزيزة نورهان طمان. نورهان صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. من موقع البطولة المغربي، مدرب الوداد يكشف سبب خسارة الدوري المغربي. أبدأ مدرب الوداد أنخيل جاموندي سبب خسارة الدوري المغربي، واللي قال إن هي كانت بسبب عدم الالتزام في بعض المباريات اللي أدت إلى خسارة العديد من النقاط في الفترة الأخيرة، وده رغم الأداء الجيد اللي أدى به فرقته على حسب تصريحاته، يعني بعد فوزه على فريق الفتح الرياضي 2-1 في ضمن الجولة الأخيرة في بطولة الدوري. كمان قال إنه كنا على بعد خطوة من اللقب، ولكن تتويجنا كان يعتمد على باقي النتائج. ومن موقع اليوم السابع، انطلاق اختبارات القائمة الدولية للحكام. تنطلق اليوم اختبارات القائمة الدولية للحكام بالمستشفى الطبي التابع لوزارة الشباب والرياضة، على أن يتم إرسال القائمة النهائية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في نهاية أكتوبر الجاري.